الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية أجندة التعاون الثنائي، ويستعرض مع رئيسة بنك التنمية الجديد دور مصر في مساندة الدول الأعضاء. مدبولي يشهد توقيع عدد من عقود إدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبوظبي. بلينكين يؤكد أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب في غزة، ويتحدث عن مقترحات ما بعد الحرب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نجيما أوبيونغ مانغ، الذي سلم رسالة للرئيس السيسي من رئيس غينيا الاستوائية أوبيونغ نجيما، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر وتوجيه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة غينيا الاستوائية. كما التقى الرئيس السيسي رئيسة بنك التنمية الجديد دلما روساف، حيث أكد الرئيس اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما أوبيانغ مانغ نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد الوزاري المرافق له، الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أوبيانغ ناجيما رئيس غينيا الاستوائية، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر، التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن وتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء، حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة دلما روساف رئيسة بنك التنمية الجديد والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية. تناول اللقاء استعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرا إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك، لا سيما بشأن ما يوفر من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني
الذي يتيح للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجاً. بعث رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي برقية تهنئة للرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك. كما بعث كل من رئيس مجلس الشيوخ والبابا طوادروس الثاني ورئيس مجلس الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ببرقية تهنئة للرئيس السيسي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من عقود مشروعات لإدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبو ظبي. وشهد مدبولي توقيع عقدي إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة دحرجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما شهد رئيس الوزراء توقيع العقد النهائي لتشغيل وتسويق وصيانة وإعداد تسليم البنية الفوقية للسفن السياحية لمواني سفاجة والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبو ظبي. أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ما يحظى به ملف تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام، خلال اجتماع لمتابعة جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. أكد مدبولي على أن هذا الاهتمام يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقامة صناعات تعتمد على هذه الثروات، سعيا لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يعزز من المنافسة العالمية. ونوه رئيس الوزراء إلى ما يتم إعداده من دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال سعيا لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الكهربائية المختلسة وتحصيل الفواتير المستحقة، وخلال اللقاء بالمسؤولين المعنيين لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، أكد مدبولي أنه تم عقد عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول. وأضاف رئيس الوزراء أن جهات حكومية قامت بالفعل بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول وعلى رأسها وزارة الطيران المدني. وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي المديونيات المستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لنحو 400 ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شيلش هم، صدقني انت عندنا تبقى الاهم. المصر اهو ابن البلد دي، مصر بالنسبة له. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بالمعاونة في توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لعدد 400 ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية. وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية. كرتونة حلوة فعلا وتستاهل، يعني 125 مش فلوس دلوقتي، وفيها حاجات فعلا مفيدة. احنا بنشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه طبعا، والبلد كلها معترفة ان هم فعلا انجزوا في حاجات كتير قوي، والحاجة فعلا مفيدة ونظيفة. احسن كتير ياما ياما، احسن من الاغلال اللي بره، الناس اللي مولعه فينا بره. اشكر قوات المسلحة اللي هي بتعمل كده مع الشعب، من كبير فيها للصغير فيها. القوات المسلحة اللي حامين المصرية والشرطة. أسعارها هادية وفيها حاجات تزيد عن المبلغ اللي هم بيدوهالنا بيه. ممتازة ممتازة والله. الأسعار جميلة جميلة عن بره كتير كتير والله. لا الأسعار كويسة جدا هنا. عن بره، بره غالية أوي الأسعار، هنا كويسة. يعني أنا ال 125 جنيه ما يجيبوليش حتى إزازة زيت. يعني أنا بجيب مكرونة وزيت وسكر فيها وكل حاجة حلوة قوي. يعني نشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه يا رب ويخليه لينا وينصره على أعدائه يا رب. يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سان مول بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري. واستمرارا لحملة بلدك معك التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة، تضمنت عدد 17 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات، تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 14,247 حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة. أنا جيت النهاردة قضحت التذكرة وكشفت مخ وأحصاب، الدكتور جاب لنا أحلى مجابلة وعملنا أحلى معاملة. ربنا يخلي السادة الرئيس اللي جاب لنا الناس الكويسة المحترمة دي لخدمة الشعب كله، مش خدمة واحد ولا اثنين، لخدمة الشعب لأي إن كان بيجي بياخد راحته وبيكشف وبياخد علاج. وبسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يدوم الخدمة دي للشعب كله. كله متوفر، كشوفات، نظارات،
كل شيء موجود الحمد لله، إفادة كاملة لبلدنا. شكرا وحملة بلدك معاك، وربنا يبارك لكم ويكفيكم شر المرض واجعلكم مستورين. يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة في إطار الحرص على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كافة الأعياد والمناسبات. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية، وتستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروح. يأتي ذلك في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع. نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروح. بدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة، حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمناطق الساحل الشمالي الغربي، مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة في هذا الإطار. فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن للمركز خبرة كبيرة في تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقا لبرنامج للعلاج والتأهيل. كما شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز، والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة. حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولي. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب على غزة بكل السبل الممكنة لإنهاء معاناة الفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي بالدوحة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، أكد بلينكن استمرار الولايات المتحدة مع الوسطاء في الضغط على كافة الأطراف لقبول مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مقترحات جديدة لخطة ما بعد الحرب سيتم تقديمها خلال الأسابيع المقبلة من أجل إعادة الإعمار والبناء. في الأيام المقبلة سنواصل الضغط بشكل عاجل مع شركائنا في قطر ومصر لمحاولة إتمام هذا الاتفاق، لأننا نعلم أن ذلك يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بل والعالم أجمع.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حماس اقترحت عدة تغييرات على مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. وشدد بلينكن على أن مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين هو الأساس من أجل الأمن والسلام في المنطقة وإنهاء الحرب وبداية الإعمار في غزة. ما تلقيناه الماضية فيما يتعلق بإجابة حماس على المقترح هو تغيير بعض البنود الذي من المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه أي من هذه التغيرات هل هي مهمة أم لا؟ وهل يمكن إنجازها أم لا؟ وكما وصفنا ما يبحثون عنه، أستطيع أن أخبركم أنه أنا ورئيس الوزراء نعتقد سويا أن هذه التغيرات علينا أن ننظر إليها على أسس سليمة في الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الثغرات يمكن رأبها أم لا. وأعتقد أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن يوجد على الطاولة. بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مصر وقطر والولايات المتحدة ملتزمون بالشراكة من أجل إنهاء الحرب في غزة وتبادل المحتجزين. وأعرب وزير الخارجية القطري عن تقديره للجهود الأمريكية في سبيل توحيد الرؤى للتوصل إلى مقترح لوقف إطلاق النار بصيغة تقرب بين وجهات نظر الأطراف كافة قدر الإمكان. ونحن نحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار دائم، وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. لقد قلنا أن سلوك من كلا الطرفين يسير ضد الجهود. نحن نبذل ما بوسعنا لاعتبار أنفسنا كشركاء في هذا الصراع، وما نهدف إليه بتحقيق الأهداف المحددة هو رفع المعاناة عن الناس في غزة. كانت مصر وقطر قد أعلنتا عن تسلم رد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. من جانبه أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي لحركة حماس على مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة. في الوقت الذي تدك فيه قوات الاحتلال قطاع غزة وتمارس قصفها الوحشي بلا هوادة ضد المدنيين والنازحين، تدور المفاوضات على مقترح الهدنة في دائرة مفرغة من الشد والجذب. فبعد طول انتظار من الولايات المتحدة وإسرائيل، ردت حماس على المقترح الأمريكي بشأن الهدنة في قطاع غزة وسلمته للوسطاء بمصر وقطر. وفي طيات الرد أكدت الحركة أن مبادئها الأساسية هي الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تكون الأولوية لمصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرة في الوقت ذاته إلى جاهزيتها للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب القائمة. الرد الحمساوي جاء بتعديلات وصفها بالطفيفة على المقترح، وتشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. رد حماس يأتي بعد يومين من تصويت مجلس الأمن على تبني قرار معدل للولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة على أساس مقترح الهدنة الأمريكي الذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت. الاقتراح الأمريكي يعرض وقف إطلاق النار والإفراج التدريجي عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مما يؤدي في النهاية إلى نهاية دائمة للحرب في إطار خطة من ثلاث مراحل
تبدأ بوقف مبدئي لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ثم انسحاب عسكري إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين، بينما يتم التفاوض على وقف دائم للأعمال القتالية من خلال الوسطاء. وبدوره ما زال المكتب البيضاوي يتدارس رد حماس مع الحليفة إسرائيل التي ترى أنه رد يرقى إلى حد الرفض. مسؤولون بالمكتب السياسي لحركة حماس قالوا إن الفجوات ليست كبيرة وإن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، ليزداد الوضع تعقيدا راسما لوحة غامضة يغلب عليها اللون الأحمر جراء نهر الدماء الذي لا يتوقف في قطاع غزة. وانضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية لمزيد من التحليل. دكتور إكرام، يعني تقديراتك لما يمكن أن يؤول إليه مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة؟ الحقيقة يعني إحنا ممكن ننظر إلى هذا المقترح باعتباره يمثل شيء إيجابي حقيقة، وخصوصا القرار صدر من مجلس الأمن عقب عدة مرات أخفق فيها مجلس الأمن في اتخاذ قرار بشأن غزة نتيجة الاستخدام الفيتو الأمريكي. في هذه المرة المقترح كان في الأصل مقترح أمريكي، وأنا عاوز أقول إن التوقيت له دلال، يعني هذا القرار الذي صدر من مجلس الأمن بيأتي بعد فترة قصيرة من مقترحات الرئيس الأمريكي في فترة سابقة، بيحدث أيضا بعد يعني بيتضمن نقاط إيجابية الحقيقة، يعني موافقة مجلس الأمن على قرار خاص بغزة وإيقاف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية، عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، انسحاب إسرائيل من المناطق المهجورة، كل دي تعتبر نقاط إيجابية. ونقطة إيجابية أخرى أيضا هي موافقة حماس، يعني كانت دايما إسرائيل بتعرقل الوصول إلى حل وبتضع المسؤولية على حماس. في هذه المرة نحن نرى أن حماس أدخلت تعديلات طفيفة كما قيل. نعم، هي تعديلات طفيفة ربما تتعلق بفترات زمنية أو بأماكن الانسحاب. يعني أنا في تقديري أن لو صدقت النوايا في الوصول إلى حل فهذه التعديلات الطفيفة التي قامت بها حماس لا تستحق أن يهدم القرار بأكمل. نعم. القرار بيتضمن نقاط إيجابية الحقيقة، سواء للجانب الفلسطيني أو للجانب الإسرائيلي. إذن أنت لا ترى أن الحديث عن يعني خطة ما بعد الحرب الآن، ألا ترى أنها ما زالت سابقة لأوانها؟ يعني هو في جميع الأحوال لابد أن تكون هناك خطة لما بعد الحرب أو ما يطلق عليها اليوم الثاني، اليوم الثاني لإيقاف القتال، اليوم الثاني للوصول إلى إنهاء هذه الحرب التي استمرت أكثر من 8 أشهر. وأنا عاوز أقول هنا أننا نستطيع أن نتحدث أيضا عن اليوم الثاني في إسرائيل، يعني أن بمجرد الوصول إلى حل فإن هذه الحكومة الإسرائيلية ستكون على المحك، وعلى الأرجح سيتم إجراء انتخابات مبكرة، وده نتيجة لاعتراض من يأتي من الداخل الإسرائيلي، سواء من الرأي العام الإسرائيلي إضافة إلى صراعات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها واستقالات. إذن هناك يوم ثاني في الجانب الفلسطيني وهناك يوم ثاني في الجانب الإسرائيلي. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع
إلى 37202 وارتفاع عدد المصابين إلى 84932 وذلك منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و100 إصابة خلال 24 ساعة ماضية. حذرت السلطات الصحية في قطاع غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة بسبب نقص الوقود. أكدت السلطات الصحية في القطاع أن عدم إدخال الوقود اللازم يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، بالإضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية. ونشدت السلطات الصحية في القطاع كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة. خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في الأشهر الأولى من الصراع في قطاع غزة. وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها أن إسرائيل اتبعت استراتيجية تسببت في أكبر قدر من الأضرار والدمار الواسع النطاق للمباني والبنية التحتية، بالإضافة إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب إضافية باستخدامها سلاح التجويع ضد المدنيين، حيث منعت إدخال المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والأدوية للقطاع. يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما شرسا على مصادر المياه في قطاع غزة والضفة الغربية، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المحليين. وتشير البيانات إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه انخفضت إلى مستويات قياسية بسبب قطع المياه وتدمير البنية التحتية للمياه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما يجعل الوصول إلى المياه أمرا شاقا وصعبا للغاية. الماء سر الحياة، جملة لا مبتدأ لها ولا خبر في الأراضي الفلسطينية، حيث يخوض الفلسطينيون معركة بقاء ما بين الهرب من بطش الاحتلال والبحث عن قطرة ماء تروي العطش وتطيب الأجساد. كابوس يعيشه الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث استخدم الاحتلال الإسرائيلي كل أسلحته ضد الإنسانية، ولم يعد أمامه غير مصادر المياه كسلاح لتضييق الخناق على من نجح في أن يبقى على قيد الحياة نظرياً. وإمعاناً في التنكيل بأصحاب الأرض، فرضت قوات الاحتلال حصاراً على القطاع، فقطعت المياه وقصفت الشبكات ومنعت إدخال الوقود لتشغيل محطات التحلية والآبار، لتنخفض حصة الفرد الواحد من المياه من نحو 35 لتراً من الماء إلى ما بين 13 و15 لتراً يومياً فقط، لتكون أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً، والذي يقدر ب100 لتر يومياً بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، وفي حين يقدر استهلاك الإسرائيلي ب6 أضعاف الفلسطيني. وفي الضفة الغربية المحتلة ليس الحال ببعيد، حيث يتحكم الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة الأكبر لمصادر المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، وبالتالي يستغل ذلك أيضا كسلاح لمحاربة الوجود الفلسطيني على الأرض ولاستكمال مشروعه الاستعماري المتمثل في التهجير القسري والاستيلاء على مزيد من الأراضي. سياسة ممنهجة يمضي بها الاحتلال من أجل منع الفلسطينيين من حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه، وأيضا لمنعهم من حفر آبار جديدة بعد استيلائه على الآبار القديمة والأراضي التي بنى عليها المستوطنات، إضافة إلى حرمانه من استخدام مياه نهر الأردن، مما دفع الفلسطينيين إلى تعويض النقص بشراء سر الحياة من شركة إسرائيلية. وفي وقت تقر فيه المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية الحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي كشرط أساسي لعيش حياة كريمة ولدعم حقوق الإنسان
تعتبر إسرائيل دولة الاحتلال سلاح المياه آخر أوراقها الاستراتيجية لضمان مستقبل وجودها الذي تبنيه على أنقاض الوجود الفلسطيني بعد فشلها على مر العقود في كسر إرادة وصمود أصحاب الأرض وسلب حقهم وعلى رأسها حقهم في الحياة. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري تجهيز المزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث واصلت السلطات المصرية تكثيف جهودها لإدخال عدد من شاحنات المساعدات تمهيدا لدخولها لقطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك محمود. نعم، مجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. لازال الوضع هادئ فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي لم تدخل اليوم إلى منفذ كرم أبو سالم، حيث لم يستقبل منفذ كرم أبو سالم اليوم أي من الشاحنات، سواء كانت شاحنات المساعدات الإنسانية أو حتى شاحنات الوقود، على الرغم من تجهيز مصر لعدد كبير من هذه الشاحنات. وهنا نتحدث عن أهمية معبر رفح البري، سواء من البوابة المصرية حينما كانت تعبر شاحنات الوقود من هذه البوابة لتتجه إلى البوابة الأخرى على الجانب الفلسطيني، لكن مع إغلاق البوابة من الجانب الآخر هناك أزمة في دخول شاحنات الوقود، وهذا الأمر الذي يعني يتكرر بشكل كبير في هذه المرة. وهناك العديد من النداءات والمطالبات داخل قطاع غزة بضرورة توفير الوقود، وهذا ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية على لسان المتحدث الرسمي باسم المنظمة، أن استمرار إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني يفاقم الأزمات الصحية الكبيرة، وأنه تم تقليص جلسات الغسيل الكلوي في مستشفى شهداء الأقصى من 3 جلسات إلى 2 جلسة أسبوعيا. وهذا يشير إلى المجهود المصري الكبير حينما كانت تستقبل مصر المصابين والجرحى من بوابة معبر رفح البري، خاصة المرضى الذين يحتاجون إلى الغسيل الكلوي، وكانت مستشفيات محافظة شمال سيناء وعلى رأس مستشفى العريش مجهزة بالكامل لإجراء عمليات الغسيل الكلوي. فيما يتعلق بالوضع الميداني، يعني تجددت العمليات القصف منذ قليل، وربما في منطقة قريبة من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ربما يعني ضربات تتم من الدبابات المتوغلة في القرب من محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني. لكن لازالت مصر أيضا تقوم بكل الجهود الممكنة والمكثفة لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره من بينهم قائد كبير في غارة إسرائيلية، ويرد بإطلاق نحو 170 صاروخا على شمال إسرائيل. أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق 10 صواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع عسكري في شمال إسرائيل ردا على مقتل أحد كبار قادته. وأوضح حزب الله أنه قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم، والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي بقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها، ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية
الجوية في قاعدة تميرون. ومن جانبها أفادت إذاعة داعش الاحتلال بإطلاق نحو 170 صاروخا من جنوب لبنان خلال دقائق معدودة، وأن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 32 بلدة إسرائيلية، مشيرة إلى أن قصف حزب الله اليوم هو الأكثر كثافة والأعنف منذ بداية التصعيد بين الجانبين. ويأتي ذلك بعد أن أعلن حزب الله اللبناني مقتل 4 من عناصره، بينهم قائد ميداني كبير، عقب عملية اغتيال نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي جنوب لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ في قرية جويا جنوب لبنان منزلا كان يضم أحد القادة العسكريين للحزب، وهو قائد بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي، مشيرة إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل القيادي العسكري مع 3 آخرين كانوا برفقته، وأكدت المصادر إصابة عدد آخر خلال الغارة. استضافت القاهرة بمقر جامعة الدول العربية فعاليات الاجتماع التشاوري لتعزيز تنسيق الجهود المبذولة لصالح دولة السودان. وخلال الاجتماع أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه الشديد مما وصل إليه الحال في السودان. المزيد حول اجتماع اليوم يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي من جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث انتهى منذ قليل الاجتماع التشاوري لتعزيز تنسيق الجهود المبذولة لصالح دولة السودان. هذا الاجتماع الذي جاء تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط والسيد عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحرينية والسيد رمضان العمامرة المبعوث الأممي إلى السودان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. هذا الاجتماع التشاوري الذي يبحث الأزمة السودانية ومخرجات سبل الخروج من هذه الأزمة والتوافق على وجود حل لهذه الأزمة منعا لتفكك دولة السودان. وتحدث الاجتماع وفق مخرجاته عن ضرورة العودة إلى المخرجات قمة جدة التي اقترحتها المملكة العربية السعودية. وكان من عناصر هذا الاجتماع المشكلين له اليوم الأمم المتحدة ومنظمة إيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي فضلا عن الاتحاد الأفريقي. وكان رئيس القمة العربية الحالي موريتانيا دولة البحرين، وفضلا عن موريتانيا رئيسة القمة الأفريقية. وكان من الحضور أيضا أصحاب المبادرات حول السودان مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان هناك مندوب عن الولايات المتحدة الأمريكية هنا في الجامعة العربية. القوى الفاعلة، القوى العربية والقوى الدولية الفاعلة في المهتمة بهذا الأمر. إليكم. لقي 49 شخصا على الأقل مسرعهم، وأصيب 15 آخرون إثر اندلاع حريق بعمارة في منطقة المنقف الكويتية. وكشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام الكويتية عن أن القوة تلقت بلاغا فجر اليوم يفيد باندلاع حريق مبنى عمارة عن سكن عمال مكتظ، وتمت السيطرة على الحريق. وأضاف أن أغلبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة. بحث سامح شكري وزير الخارجية ونظيره من غينيا الاستوائية مسار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، كما تم تناول سبل تعميق التعاون التجاري والاستثماري ومواصلة البناء على التطور والتنوع الذي تشهده العلاقات في الآونة الأخيرة. اللقاء تناول أيضا حالة السلم والأمن في القارة وتنسيق بشأن القضايا الإفريقية في الإطار المتعدد الأطراف.
كما تطرق اللقاء أيضا إلى المستجدات في قطاع غزة ومخرجات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر من أجل التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما ثمن وزير الخارجية موقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية. في الذكرى 6 على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت التنسيقية أنها عملت خلال السنوات 6 الماضية على تنمية الحياة السياسية والحزبية، وأشارت التنسيقية أنها قامت بمساهمتها تلك من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الشباب في المواقع القيادية وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب. كما أكدت التنسيقية أنها قدمت خلال تلك الفترة نموذجا ناجحا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، متعهدة ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة من أجل تنمية حقيقية ومستدامة ورؤية بمفهوم جديد. والآن موعد جولة الاقتصادية وشروق عماد. أهلا بك شروق. أهلا بكما سحر وإلهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة 6. أكدت الحكومة أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجرى على قدم وساق لتيسير حركة التجارة بين الجانبين. جاء ذلك خلال زيارة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لتركيا، حيث استعرض مع رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشتركة مصطفى دينيزر الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري. ويأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني الإسلامية النامية، وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي. في سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 2 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1770 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 26133 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 22% ليغلق عند مستوى 5668 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8455 نقطة. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أيضا أسعار النفط بعد توقعات رئيسية أشارت إلى أن مخزونات النفط العالمية ستشهد انخفاضا في النصف الثاني من 2024. وصعدت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.3% ليصل إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.37% ليصل إلى 83.4 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت العالمية بنسبة 1.97% لتصل إلى 2.46 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.21% لتسجل 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
كشف البنك المركزي الإماراتي عن نمو المعروض النقدي بنسبة 17.66% في مارس على أساس سنوي. وأشار البنك المركزي الإماراتي إلى زيادة حجم الإقراض البنكي في الإمارات بنسبة 7.98% في مارس على أساس سنوي. وذكر البنك المركزي الإماراتي أن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات جاء بنسبة 1.9% في مارس على أساس شهري. أكد مكتب الإحصاء للاتحادية الألمانية أن التضخم في البلاد ارتفع في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات. وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي. وكان التضخم قد سجل ارتفاعاً بواقع 2.4% على أساس سنوي في أبريل. ذكرت بيانات رسمية أن التعافي السريع الذي شهده الاقتصاد البريطاني في مطلع العام الجاري توقف في إبريل بسبب تراجعات حادة في ناتج قطاعي الصناعة والتشييد. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج الإجمالي المحلي لم يشهد تغيرا في إبريل بعد نموه بنسبة 4% على أساس شهري في مارس. وجاء بعد ذلك صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت زيادة للبطالة مع استمرار النمو القوي للأجور. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما إلهام وسحر. شكرا لك شروق عماد الدين. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يبحث مع نائب رئيس غينيا الاستوائية أجندة التعاون الثنائي، ويستعرض مع رئيسة بنك التنمية الجديد دور مصر في مساندة الدول الأعضاء. مدبولي يشهد توقيع عدد من عقود إدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبو ظبي. بلينكن يؤكد أن واشنطن تعمل مع القاهرة لإيقاف الحرب في غزة، ويتحدث عن مقترحات ما بعد الحرب. انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.